مشاهدي شاشة قناة الشروق الفضائية في كل مكان، أسعد الله مساءكم وسائر أوقاتكم بكل خير وبركة. أهلا بكم في هذه الحلقة وهذه الأمسية من سهرة ليالي الحقيبة التي تأتيكم على الهواء مباشرة من داخل دار فن اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان. هذه الأمسية التي تحمل الكثير من الملامح الجمالية التي نتمنى أن تجد من قبلكم القبول والرضا. هذه الأمسية التي يغني فيها الفنانين مصطفى الهلالية ومحمد شمبات، أمسية ماتعة بالأغنيات الأصيلة في هذه النسمات الشتوية الباردة. أهلا بكم جميعا وأمنياتنا لكم بمطابعة طيبة. يا زهر طيبي يعني ليه وبلغ لي راحتي حرب الدبيب زادم وعيني عصبح كبير انت عراكي مع القليل وجلي زمامكم زاد ودي نوم عيني اصبح قليل يا دايما نوح واقول حليل صفي الغلبي الغدر جديد زاد كيف لا اسهر اكون عليل انا في صراع وفي الكبير زاد ودي نوم عيني اصبح قليل يا يليك عفافك دايما زميل
يلي طيبك طيب زهر الخميس زاد وديه لو مر نسيمك لو مر نسيمك عادي أخلي العالم طربا تميز زاد وديد لو عيني أصبح قليل يا فحلي كبريتا
وقلبك البنزين قاد حكي بريتا عني من جيتا ويا جرح غور إن شاء الله ما بريتا الله وفحلك بريتا قلبك البنزين قاد حكي بريتا عني من جيتا ويا جرح غور إن شاء الله ما بريتا الله طابق البوخة قام ندي هديف نام من الدوخة يدو عقباه جدلة مملوخة فوق مع القجوف موسو مجلوخة تدرك ما وشح بالدم ما بخاف سن حديد الحميد تدرك ما وشح بالدم ما بخاف سن حديد الحميد تدرك ما وشح بالدم ما بخاف سن حديد الحميد تدرك ما وشح بالدم وتم شكراتي نصطيت الخيول ثم احتر كبادي ما بخاف فاس الحديد الحميم بحر سجري صدرك ما وشع بالدنيا بخاف فاس الحديد الحميم ومن قال البخت شالو ومضروب في الوجن ولا جاني بشماله ما بيخاف فاس الحديد الحميم محرز الجري صدرك ما وشع بالدمي ما بيخاف فاس الحديد الحميم ومن الجهل الخوف ونكارو الهاي والشرك في الصنة وبعانه ما بيخاف فاس الحديد الحميم صادقين البخيل والدم شكراتي نصطيت الخيول ثم احترق بادي ما بيخاف فاس الحديد الحميم محرز الجري صدرك ما وشع بالدمي وما حضر معاك اخوان لك الديدان جمد الخف على خيلا بجريك ما بيخاف فاس الحديد الحميم وبتشرف يشوف
وصدرك يزيد الهام سواله جهاد حمزة وعلي وعثمان ما بيخاف بس الحديد حمير ما حب الجري وصدرك ما وشح بالدمي ما بيخاف بس الحديد الحمير وما حضر معاك اخوان وفالوا البخت شالوا ومضروب في الوين ولا جاني بيش مالوا ما بيخاف بس الحديد حمير ما حب الجري وصدرك ما وشع بالدمي ما بيخاف بس الحديد حمير اهوي هوي هوي استمر معكم نحن وأنتم من هذه الأمسية التي تأتي من دار اتحاد فن الغناء الشعبي بأم درمان. هذه الأمسية التي يحييها الفنانين مصطفى الهلالية ومحمد شنبات. الوصلة الغنائية الأولى يحييها الفنان مصطفى الهلالية حيث يقدم عدد من الأغنيات، أغنيات الحقيبة والأغنيات التراثية وأغنيات فن الغناء الشعبي الذي سبقه عليها عدد من الفنانين. الأمسية تشهد حضور عوض الكريم عبد الله والأمين البنا أحد الرموز الغنائية الكبيرة في هذه البلاد. ربي يموتك متى يا مولاي تجيز وعدك بعيد الدار ربي يموتك متى يا مولاي تجيز وعدك بعيد الدار
بعيد ما انت جميل جمال ودار جميل جدا لكن غدار جميل جدا جميل جدا لكن غدار امتني يا صبي تكون حاسبي امتني يا صبي تكون حاسبي وانا في عندك بعيد الدار فعادك طاب تزيد كل يوم نفور ودلال نفوراتكم ضياع مطان نفوراتكم ضياع مطان نفوراتكم ضياع مطان هذني أصبي تكون حاسبي في عندك بعيد الدار عليك غني وجدتك عاسي ما حنيت أكون معذور أنا لو جنيت وجدتك عاسي ما حنيت أكون فقدت يكون فؤاد ممكون فقدت يكون فؤاد ممكون ضروري أكون موجود عندك بعيد الدار هذه الأمسية تستمر برفقتكم من دار فن اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان والتي يحييها الفنانين محمد شنبات ومصطفى الهلالية. هذه الدار التي شهدت سطوع عدد من الأسماء في عالم الغناء، الأسماء الشابة والأسماء الكبيرة التي قدمت للفن السوداني والوجدان السوداني على مدى سنوات من تاريخ هذا الفن القديم. منذ العشرينيات ظل الفن السوداني يشكل وجدان الأمة السودانية من خلال تقديمه للمعاني والقيم السامية التي ظل يرفض بها مكتبة الأغنية السودانية عدد من الأسماء. هنا تحوم أرواح عدد من الشعراء الذين كتبوا أسماءهم بمداد من نور، حيث خطوا جميل الأغنيات. هنا محمد محمود فلاح، هنا عوض جبريل، هنا تحوم روح عبد الرحمن الرياح بغنياته الخالدة التي كتبها، الذي شكل وصلة غنائية ما بين الأغنية القديمة أغنية الحقيبة بلحنها الدائري والأغنية الحديثة التي خطها مع إبراهيم عوض وأقرانه من الفنانين الشباب. أهلا بكم، أمسية ممتعة نرجوها لكم. والكواكب سهرات بعشاق وهلا فهو
ونبه والكواكب هي إحدى الوصلات الغنائية التي قدمها الفنان مصطفى الهلالية، والتي فيها دعوة واضحة للقيم والأخلاق النبيلة، تسكر من كلامه أدب واحتشامه. الأدب والاحتشام أحد الأخلاق والقيم المجتمعية النبيلة التي ظلت تدعو لها الأغنية السودانية من خلال أخلاقيات المجتمع السوداني المحافظة التي تتمثل في تربية الأسرة السودانية. الأغنية السودانية ليس فقط قدمت نماذج لتشكيل الوجدان السوداني من خلال تحديثها عن المشاعر وعن الوجدانيات، بل قدمت كذلك قيم أخلاقية سامية ونبيلة متمثلة في الأغنية السابقة. روح دين انا فريد ولا تفدي طابني يا
قرقير فوق صقر وحدين. وغني وشكريه ليلي النيام مساح الكواني طريف الايام. سمعنا لنا خبرا بالهلاليه صباح طاش الجواح سلك السبعوميه. قلبي يليل فوق صقر وحدين انا مدريين ولد المجد طاقتي. قلبي يليل فوق صقر وحدين. وغني وشكريه يا بنيا تمساح الكواني طريب الايام. سمعنا لنا خبرا بالهلالية صباح طاش الجوا سكر سبعومية. ابي يجي بصير وحدي انا مدرجين ولد مجد طاقتي. ابي يجي بصير قوم تجهل ما خوفك بيو در بقر الجواب يسر وقاد اللوم. قوم تجهل ما خوفك بيو در بقر الجواب يسر وقاد اللوم. الغرول الهموم بضرب وخان ايدوك قرنك تفتح الهام وبيشك الموم. عزيم على المافيش. ابي جريه فوق صقر وحدين انا مدريين ولد المجد طاقتي. ابي جريه فوق صقر وحدين وما بحرك الكشكش القلب الزبد ما بينفع الحريش. ابي جريه فوق صقر وحدين الدنيا تراك تنحل عافت عيش عزيم على المافيش. ابي يجي فصير وحدين انا مدريين ولد المجد طاقتي. ابي يجي فصير وحدين اهلا بكم مجددا من هنا من دار اتحاد فن الغناء الشعبي بام درمان، وهذه الامسيه الراتبه التي تاتي من ليالي الدار التي يغني فيها الفنانين الشابين مصطفى الهلاليه ومحمد شنبات الذي قدم عدد من الوصلات في المساحه الفائته. نسعد بان يكون معنا في هذه المساحه الفنان الشاب مصطفى الهلاليه. مرحبا بك في قناه الشروق. مرحبا بك ومرحبا بقناه الشروق ومرحبا اتحاد الغناء الشعبي. مصطفى الهلالية، كلمنا عن مشاركتك اليوم في هذه الأمسية من المنتدى الراتب لاتحاد فن الغناء الشعبي. أنا والله سعيد قمة السعادة أني أكون مشارك في هذا المنتدى، وسعيد جدا أمام هذا الأساتذة الأجلاء أستاذنا عبد الكريم عبد الله، أستاذنا لمين البنا
أنا لي شرف كبير أنه أكون في وسطهم يعني. هل دي أول مشاركة لك في المنتدى ده ولا عندك مشاركات راتبة أصلاً؟ لا في المنتدى ده بالذات أنا أول لي مشاركة. طيب كلمنا عن الأغنيات اللي اخترت في أنك تعديها، وليه اخترت الأغنيات دي بالذات من مجموعة وحزمة من أغنيات الحقيبة وأغنيات الفن الشعبي؟ والله شوف الغناء غنى الحقيبة ده والغناء الشعبي ده كله غنى جميل، والإنسان بحسه يعني بحسه قبل ما يوصله للجمهور يعني. جميل. برضو نتكلم عن مشاريعك المستقبلية أنت كفنان، هل عندك خطط في أنه تقدم غنى خاص أغنيات بشكل جديد، ولا حتستمر في ترديد أغنيات الحقيبة أغنيات الرواد؟ والله عندي أسي مشروع كده بتاع غنى جديد. كلمنا عن المشروع ده أكتر يعني، منو من الشعر اللي اتعملت فيه، وشكل الأغنيات اللي حتقدمها، هل حتكون أغنيات في قالب شعبي ولا أغنيات حديثة، الملحنين اللي اتعاملت معهم، كلمنا عن المشروع أكتر يعني. أنا حاليا ما اتعاملت مع ملحنين، لأنه لأول مرة أنا استقبل أخونا شاعر حيكتب لي وحنعمل معه ثنائية. نحن شاكرين لك وتمنياتنا لك بالتوفيق. الله يجزيك خير وشكرا لكم انتم كمان. متواصلين معاكم في هذه الأمسية من داخل دار اتحاد فن الغناء الشعبي بأم درمان، أمسية من الأمسيات الراتبة التي نقولها لكم على قناة الشروق الفضائية، هذه الأمسية التي تحمل ملامح الفن الأم درماني الأصيل وأغنية الحقيبة والأغنية الشعبية. نسعد بكل المتابعين الذين يتابعوننا في هذه الأمسية على قناة الشروق الفضائية، عدد من الضيوف حيكونوا معنا في هذه الأمسية. نرحب بحضور الفنان محمد شمبات وهو سيحيي الوصل الغنائي الغادي، ومرحب بك حبابك عشرة. حبابكم عشرة، وإن شاء الله يعني نقضي ليلة جميلة مع بعض وأمسية أكثر من رائعة تكون إن شاء الله، بالعديد من أغاني الحقيبة والأغاني التراثية والأعمال الخاصة إن شاء الله. طيب كلمنا عن مشاركتك هذه الليلة في المنتدى الراتب لفن اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان، والأمسية بيحضر عدد من الرموز الكبيرة يعني لمين البنا عوض الكريم عبد الله ومن رواد هذا المنتدى. والله طبعا أنا سعيد سعادة كبيرة يعني بحضور كوكبة من الإداريين للاتحاد الفنانين الكبار، أستاذنا عوض الكريم عبد الله وأستاذنا لمين البنا وغيرهم من أخواني الفنانين، وأنا سعيد والله بحضور يعني العدد الكبير ده من الحضور، وإن شاء الله نقدر يعني نودع الناس دي ونستمتع مع بعض بليلة تكون أكثر من جميلة ورائعة يعني إن شاء الله. طيب من 200 انت بتغني، وليه اخترت النمط تحديدا من الاغنيات ده، مع انه نمط يعتبر نوعا ما فيه صعوبه باعتبار انه الادائيه فيه يتعتمد على الصوت اكثر من الالات الموسيقيه؟ والله طبعا حب الاغنيه العريقه او الاغنيه اغاني الحقيبه كان منذ الصغر يعني، ويمكن الاحتراف ما بيتجاوز 10 سنة، لكن كنت بحب الغنى من أنا صغير يعني، الغنى الحقيبة والغنى التراث، واخترت النمط لأنه حفاظا على الإرث من الاندثار يعني، في النهاية يعني زي ما بيقولوا ما عنده قديم ما عنده جديد، فنحن دارين نحافظ على تراثنا ده اللي خلفوه لنا جدودنا، ونحافظ على الكلمة السودانية يعني بصورة شاملة يعني. يقولوا إنه الفنان في المقام الأول لو ما حس الكلمات ما بيستطيع إنه يقدمها للآخرين بنفس المعنى. كلمنا عن انتشار أغنية الحقيبة والأغنية الشعبية وسط الشباب من خلال الحفلات التي تقيم بإحياء. والله طبعا زمان جدودنا بيقولوا اللي بيمرق من القلب بخش القلب، فشعراء الحقيبة يعني كانوا من الناس الصادقين جدا جدا في كتاباتهم في ألحانهم في أدائهم، فعشان كده الآن يعني نحن نشوف في 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 2023 ولا زال الشباب بيرددوا أغاني الحقيبة، ولا زال الجيل اللي قبلهم والجيل اللي بعدهم برضه حيظل يردد الأغنية الشعبية والأغاني وأغاني الحقيبة والأغنية التراثية، لأنها هي في النهاية يعني نقدر نقول على إنها مارقة من القلب. بس جميل، كلمنا عن الاغنيات اللي حتغنيها بعد شويه والحن نستمع لها ونشاهدها في قناه الشروق. والله طبعا انا جاي هنا ده عشان اغني ما يطلبه الجمهور، فعشان كده ما جاي باغاني معينه او محدده، فانا مع الناس ومع الحضور ومع الجمهور، والحاجه اللي بيطلبوها ان شاء الله نحن حنغنيها، بس حنركز على غنى الحقيبه اكثر حاجه. جميل، نحن شاكرين لك وتمنياتنا لك بالتوفيق، وان شاء الله امسيه رائعه عليك ولكل المشاهدين. اشكركم واشكر قناه الشروق الفضائيه، وان شاء الله يعني نستمتع مع بعض، وزي ما بقولوا نقضي ليلة جميلة يعني إن شاء الله.
دي كانت مساحتنا الثانية مع الفنان شاب محمد شمبات، متواصلين في هذه الأمسية باستضافة عدد من الفنانين الشباب، الأمسية التي تحمل الكثير من الملامح الفنية الجميلة. في هذه المساحة نسعد باستضافة الفنان الشاب السمو النور الذي خلق ضجة في الشهور الفائتة. مرحب بك حبابك عشرة في قناة الشروق. الله يديك الصحة والعافية، وإن شاء الله نكون خفيفين نظر عليكم عودا حميدا غايته مستطاب ان شاء الله. مرحبا بك السمول. نتكلم اول حاجه عن حضورك هذه الليله، هل انت من رواد المنتدى ولا الحضور كان محض صدفه ولا كان مخطط له؟ وبعدك ننتقل لبقيه المحل. والله يا اخي انا اصلا محمد الاستاذ محمد شنباد زو صاحبي صديقي الشخصي، وانا اصلا يعني في الاتحاد الغناء الشعبي، يعني انا فنان شعبي اصلا، مثلت يعني السودان باسم اتحاد غناء شعبي. ايوه اتكلم برضو عن مشاركاتك في هذا المنتدى، شاركت كم مره في المنتدى الراتب للاتحاد ولا ما شاركت قبل كده؟ ونشوف خططك في المستقبل لتقديم اغنيات جديده، وانت انا قبل الهوا قعدت معك وعندك مشروع خاص لشكل مسيرتك الفنيه. والله يا اخي ان شاء الله حكون في مسيره جميله، ان شاء الله حنقدر نقدم ثاني عمل ثاني جديد. وانا اشتغلت طبعا في الاتحاد، اشتغلت كثير انا طبعا يعني في الاتحاد اشتغلته، ف يعني ان شاء الله الاعمال الجايه حتكون هقدم تاني عملين ان شاء الله لقدام، وحنوضح فيها انه الحياه دي كلها، وحنوري فيها، وان شاء الله في استضافه ثانيه حنقدر نقدم فيها اكثر واكثر، ونوري الناس انه الجديد. طيب السمو، ارتبط اسمك بإنتاج فيديو كليب تتشيني وترويجي لمونديال كأس العالم المقام في قطر، هذا الكليب وجد ردود فعل واسعة وكبيرة جدا وسط الشباب وتحديدا في السوشيال ميديا، هناك من رحب بالفكرة باعتبار أنه تقديم نموذج جديد من شكل الغناء وتصوير فكرة الفيديو كليب، وهناك من انتقد الفكرة من الأساس ويعتبر أنها فكرة غير صالحة، كيف بترى أنت تقديم هذه الفكرة وتفاعل الناس معها؟ والله يا أخ طبعا أي زول، أنا بشوف أنه أنا طبعا عندنا دايما يعني في الميديا أي زول أنت بتعمل عمل بتكون واثق من عملك، أنت بتعمل في شنو، عارف نفسك أنت بتعمل شنو، بتقدم في شنو. يعني أنا كنت عملت العمل ده قبل ما يستضيفونه يعني الحكومة القطرية، أول حاجة عملت العمل ده الفيديو كليب، وبعديه طوال عملت عمل تاني لأنه كنت واثق إنه الحاجة اللي بعمل فيها دي إنها هي حتوديك قدام، والانتقادات طبعا بتوديك يعني بتقويك، يعني حتى الانتقادات اللي كانت هنا النظرة بتاعت الفيديو اللي أصلا أنا موجهه لهم نظرتهم كانت مع عكس، يعني قالوا ده أول فنان في أفريقيا وآسيا يغني لقطر ونحن لازم نجيبه ونرحب به، وعملوا لي الحمد لله رب العالمين يعني حفل كبير وحفل فيه نجوم العالم، وكنت قاعد مع 10 دول في العالم خابلام، والحمد لله يعني انه نال اعجابهم. وثاني عملت فيديو كليب جديد عرب وافا، عملت اغنيه بتقول قطر يا موطني بفديك بروحي بهديك دمي. طيب جميل، انت كيف شايف مسيرتك الفنيه في المستقبل باعتبار انه انت صنفت فنان ترند من قبل السوشيال ميديا، اعتبار انه والله يا اخي اي عمل بيقدمه سموال سواء قصد سموال او لم يقصد العمل بيبقى ترند وفيه ردود فعل، يعني في ناس موافقين وفي ناس مخالفين الكلام ده، فكيف انت بتنظر للمستقبل، قدرت تسوي شنو في المستقبل يعني؟ والله ان شاء الله انا ان شاء الله قد عملت العمل ده، انا قلت العمل ده ان شاء الله لقدام الواحد يقدر يوصل الفن بتاعنا نحن الشعبي، نحن فنان بالذات نحن فنان شعبيين بنحاول نقدم يعني حاجه ونقدر نوصلها للعالميه ان شاء الله، والعمل الجاي ان شاء الله حيشوفه حينال. اول شيء انا كنت بعمل ترند على مستوى السودان، بس بقيت ترند على مستوى العالم. يعني انت بتكون قاصد تعمل ترند؟ انا اصلا حكون قاصد، يعني انا اصلا فنان بعمل ترند، انا اصلا ما شايفين اثاره للجدل، يعني انك تقدم اغنيات الناس ممكن تختلف حول فكرتها. والله يا اخي انا اصلا يعني اي زول بيقدم حاجه زي دي قدر ما هي تعمل ترند معناته شنو؟ معناته في نجاح، ما قدر ما تجيب ردود فعل معناته انت ماشي لقدام، فالواحد بيحاول يمشي لقدام دائما، وان شاء الله نقدم الاحلى واللي يعجب الناس كلهم. احنا شاكرين لك يا سمو كتر خيرك، ومتواصلين اكيد. شكرا جزيلا. الله يديك العافيه، تسلم، كتر خيرك، الله يبارك. نتواصل معكم في هذه الأمسية التي تأتي من داخل اتحاد فن الغناء الشعبي بأم درمان، وأمسية تحمل الكثير من الملامح الفنية. مرحبا بك حبابك عشرة. الله يكرمك يا أخي، يديك العافية والصحة.
عرفنا عليك. عوض الله محمود محمد الأمين، كورس الاتحاد الغناء الشعبي. مرحبا بك عوض الله. مسيرة فنية كبيرة لهذا الاتحاد وهذه الدار، كلمنا عن مشاركتك ووجودك يوم الليلة. والله أنا أصلا لما جيت الدار دي جيت يعني تقريبا 90 مع سناي، اسمه سناي مبدا والله يرحمه، توفي الاثنين. ومن الوقت ده خرطت في يعني مع الاتحاد الغناء الشعبي، كورس مع كل الفنانين ديل، غنيت مع كل الفنانين الشعبيين ديل في الاتحاد. منو من الفنانين اللي انت عاصرته واشتغلت معه من الاسماء الكبيره في عالم الغناء الشعبي وفي اغنيات الحقيبه؟ والله هي اولا شيء غنيت مع محمود علي الحاج، غنيت مع محمد الحسن جيجم، غنيت مع سر الختم عوضه، غنيت مع كمال الحاج، يعني معظم الفنانين، حتى استاذنا عوض الكريم انا سجلت معه حلقات في الاذاعه في التلفزيون. جميل. بيقولوا انه الاغنيه الاغنيه السودانيه فيها كثير من الملامح الجميله وقادره انها تصمد لفتره طويله جدا. كيف شايف الاغنيه الشعبيه واغنيه الحقيبه خلال الازمان اللي عاصرتها انت؟ والله اغنيه الحقيبه دي بالذات والغنى الشعبي ده يعني ما بندسر بالسائل كله، لانه زي ما قال الشاعر والدرودي، قال الحقيبه زي الظل، الظل ما بيندفن اصلا، يعني مهما يكون الظل انت جيت كبيت فيه دور تراب برضه حيكون يسهر. كمان الغنى الشعبي غنى الحقيبه اصلا ما بتنتهي كله، يعني حتى المبدعين الكبار ديل يعني الفنانين الكبار يعني بيبدوا بالحقيبه حتى يجوا بعدك اعمالهم الخاصه. طيب في مقوله متداوله هنا داخل اتحاد فن الغناء الشعبي بيقولوا انه الكورس هو فنان، يعني في حال غياب الفنان ممكن الكورس يقوم طوالي يؤدي الدور ويقوم بمهام الفنان. فعلا ذاته يعني فعلا جدا جدا يعني الفنان الكورس ذاته فنان، لو ما فنان ما يقدر، يعني نحن سي بنغني ككورس بنغني مع عود الفنانين، كل ذول طبقته براه، كل ذول غناه براه، كل ذول تطريبه براه، لازم تكون متمكن عشان تغني مع كل هنا. شاكرين لك، نحن مليان لك بالتوفيق. الله يكرمك يا اخي، يديك الصحه والعافيه.